بعد كيف يا زين وانت الهوى والقلب ما رباه واه عاد لي كم سنتين اهواه عاد لي كم سنتين وامشي على دربه ولا اخطاه وامشي على دربه ولا اخطاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه وين اهتراني ضايع بلاه واليوم شوفه وين يا وين وين اهتراني ضايع بلاه الغركم قول المواشين هل غركم قول المواشين قول بيفسد ما بنيناه قول بيفسد. أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد متجدد من برنامج صوت القوافي حلقة اليوم من المنطقة الداخلية حيث نلتقي بالإخوة الشعراء وفقرات أيضا أخرى سنستمعها من خلال هذه الحلقة لهذا اليوم ونبدأ بهذه القصيدة التالية للشاعر عامر بن علي العبري. يوم كان الذنب أنتي أنتي وذنوبك أبيك أهو نغرق في ذنوبك من أعيش بلا حياة كلهم عافوني لجلك قلت ما أبغي غير ذيك ذيك لو هي فارقتني ما هو أنا عندي الممات يعلم الله إني باقي رغم ما قالوا عليك حبك بقلبي ركادة وهم بدروبي شتات ما عرفت الحب إلا يوم لمست الشمس فيك ذبت في جمرة شفاهك واستعل جوفي ومات مات في همسك وظلك وصار ظلي يشتهيك كل ما زاد وحكي صرت أقوى من اللي فات صعب عذالي يسدوا كل أبوابي إليك باب واحد يغلقونه أفتح الثاني بثبات مستحيل يلقون فيني ثغرة تدفعني وديك تنكسر ايدي اذا مره جرحتك يا غرات ترخص الدنيا عشانك ومن غراتك اشتريك اشتريك بماي عيني حتى لو كنتي رفات اشتري صمتك وبوحك وعند فلي ما يبيك انت بعيوني مدينه وغيرك بعيني فتات امشي بشواكك ودمي يرخص براحه اليك حتى وان ضاقت علي القى بعيونك سبات تنتخي لجلك سنيني وما أبي غيرك شريك أنت بعيوني عظيمة وأحلى من كل البنات. أيضا في هذه الحلقة عندنا الشاعر سعيد بن السبع الشكيلي يشارك بهذه القصيدة التالية. يشارك بهذه القصيدة بعنوان آخر صيحة وعسى أن تنال على رضاكم. نعم ما دام يا الغالي بعادي بالك ريحة تأكد أنني مجبور أوفر لجلك الراحة بعد ذاك الوفا كله وعهود بيننا صحيحة حساف اليوم مركبنا بيدينا نكسر الواحة بعد ذاك الوفا كله وعهود بيننا صحيحة حساف اليوم مركبنا بيدينا نكسر الواحة قرارك كان لك وحدك قرارك كان لك وحدك ولا تنازلت لتصحيحه ولا فكرت في أمره خساره كان أو ارباحه فلا بالي سلا بعدك فلا بالي سلا بعدك ونفسي منك جريحه أنا أتذكر زمان الود لي رفرف بأفراحه زمان بيننا محلاه سنينه كانت مريحة تمنيته لآخر عمرنا لو طال مسراحة مضى عام على الفراق مضى عام على الفراق وصدك زاد تسليحة وأقول لك يا رفيق الخير المحب ما يشهر سلاحه توكل في أمان الله توكل في أمان الله مداع العذر توضيحه كسر العظم لو يقبر عوجاجه يصعب اصلاحه كسر العظم لو يقبر عوجاجه يصعب اصلاحه اغراب اليوم اصبحنا وهذه اخر الصيحه وكل في طريقه سار يلم ويضمد جراحه.
فقرتنا القادمة مشاهدين الأعزاء ستكون في البادية ومع الشاعر أحمود بن علي الدرعي، رايح يقدم لنا قصيدة بفن الطارق المغنى. إذا نستمع الشاعر وهذه الشلة المعبرة. أنا سعيد أني أشارك في برنامج صوت القوافي وسمعكم هذه القصيدة بشلة، وهي بعنوان غيبوبة الأحلام. عشت في غيبوبة أحلامي، في سمايا وكوكب حلومي، عد خيل خلي أمامي وانت بعد الحب مفهومي، وهو ينشدني عن العامي، وهو ينشدني عن العامي، حب الأول ما بمثل يومي، يقول أنا أحبك يا ظلامي، يقول أنا أحبك يا ظلامي، ميت بحبك ومحرومي، ويتبسم من ورا لذامي، ويتبسم من ورا لذامي، جالس ومر لي يقومي، وفي ثواني بانت أوهامي، وانكشف عن جوي غيومي، ورقفت بكامل عظامي، ورقفت بكامل عظامي، من على راسي لقدومي، وطار ظفرمن على بهامي، وطار ظفري من على بهامي، من كثر ما عضه بلومي، كان هذا كله حلامي، كان هذا كله حلامي، ليت يتحقق ولو يومي، واثر حظي بعد ما قامي، وذر حظي بعد ما قامي، وذام حبي ناسي ألومي، لا تلوموني ولا لتعمي، لا تلوموني ولا لتعمي، انطفن في كوني نجومي، ويا خسارة ضاعت ايامي، وابتليت بحب وهمومي، وابتليت بحب وهمومي، وانا حب ميت نظامي، لجماله صار معدومي، الجمال صار معدومي، ويا محب زادت سقامي، انت ظالم وانا مظلومي، ليش ما تعدل بالاحكامي، ليش ما تعدل بالاحكامي، وانت قايم فرض وصومي، روف يا ولد العشامي، خل قلبك بيا رحومي، ويا الدار يود وغيامي، ويا الدار يود وغيامي، وابن وتهل بغيومي، يود سلو بعد رثامي، يود سلو بعد رثامي، والغدر تصبح لك زمومي. وسلمكم.
أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم ومع فقرات البرنامج وقصائد الإخوة الشعراء. لقاؤنا الآتي مع الشاعر سليمان بن علي العبري، تعالوا لنقترب إليه ونتعرف على ماهية الشاعر سليمان العبري. العبري حياك الله وبارك الله فيك معنا في هذا اللقاء لهذا اليوم وصوت القوافي. الله يبارك فيكم الأخ محمد وجزاكم الله الخير، وإن شاء الله سيكون بعون الله لقاء إن شاء الله. إن شاء الله طبعا يوم نلتقي معكم في هذه المنطقة الطيبة، منطقة الداخلية، ونلتقي بالإخوة الشعراء ونستمع إلى قصائدهم ولقاءات البرنامج أيضا. ولقاءنا الآن مع الشاعر سليمان بن علي العبري. زين لو تعرفنا في بداية هذا اللقاء ومستهل هذا اللقاء أيضا على بدايات الشاعر سليمان العبري. الأخ محمد، كانت بداياتي الشعرية حقيقة في أيام الثانوية العامة. كنت قبل الثانوية كنت أحب أن أطلع على الأشعار، وخصوصا الأشعار في الشعر الفصيح، كوني شاعر فصيح. في بدايات الثانوية كان عندنا قصيدة لأبي العتاهية، أرجوزة أبي العتاهية، فكانت أول بداياتي كما أذكر أني كتبت أرجوزة مشابهة لأرجوزة أبي العتاهية. بعد ذلك دخلت حقيقة في الشعر العاطفي، ما شاء الله، هذا قبل أيام الجامعة. في أما البداية الفعلية كانت في الجامعة، حيث هناك تعرف كان التنافس الحميد من قبل الشعراء، الشعراء الموجودين، كانت حقيقة رموز جيدة في الشعر الفصيح والشعر النبطي في كافة حقيقة الأغراض والمجالات الشعرية والأدبية. ففي تلك المنافسة الحميدة حس الشخص بنفسه أن في دافع، في أمسيات، في توجهات، في طلب، في عرض، وبهذا يسقل الشاعر موهبته، تسقل موهبته. نعم. أما بالنسبة لكون هل أحد من أهلي شاعر، حقيقة في أهلي، في عائلتي بالأخص، لم يكن أحد من الشعراء المعروفين، لكن كبيئة، نحن في ولاية الحمراء بيئة معروفة بالأدب، معروفة بالعلم، معروفة بالشعر. كان عندنا الشيخ ماجد، وقبل الإمام الشيخ ماجد كان الإمام أبي سعيد الكدمي، الشيخ ماجد بن خميس العبري، الشيخ إبراهيم، هؤلاء معروفون في العلم والأدب والشريعة والشعر بكافة أنواعه. حقيقة هذه البيئة لما تكون فيها بيئة شعرية تجد نفسك أن شيء معين يعني يحفزك إلى مواصلة هذا الركب، مواصلة هذه المسيرة. شاعر سليمان، أين ترى نفسك أقرب، للشعر النبطي أو الشعر الفصيح، ولماذا؟ قبل أن نتطرق لإجابة هذا السؤال، لابد علينا أولا أن نحدد هذه الأنواع. طبعا بما أن المجتمع الذي نعيشه مجتمع مختلف في المآكل والمشارب، في الأذواق، في الاتجاهات، في هذا بدوي، هذا حضري، هذا مثقف، هذا غير مثقف، هذا جامعي، هذا غير جامعي، هذا ذكر، هذا أنثى، هذه التقسيمات كلها تحتم علينا إذا نتكلم على الشعر أن يكون هناك شعر نبطي. والنبطي أيضا حتى أنواع، في نبطي وفي شعبي وفي كذا، وإن لم يعني يتفق معي ربما أحد في الاختلاف ما بين النبطي والشعبي. أيضا بالنسبة للشعر الفصيح، الشعر الفصيح العمود التقليدي، والشعر الفصيح الحر، والشعر الفصيح أو كما يقال في القصيدة النثرية. هذه الاختلافات وهذه كل شعر وكل نوع له مجتمعه، له متذوقوه، له يعني مريدوه محبوه. لكن أن نأتي أن نقول والله أن الشعر الفصيح هو أحسن عن الشعر النبطي أو بالعكس، أو الشعر الفصيح الحر هو لابد أن يغطي وأن يلغي الشعر التقليدي، هذا حقيقة لابد أن نقف يعني حول هذه النقطة. فأنا أجد نفسي حقيقة في الشعر الفصيح أكثر، وبالذات في الشعر الفصيح الحر التقليدي. كتبت يمكن في الديوان الذي نشر قريبا قصيدة وقصيدتين عن الشعر الحر، لكن أجد نفسي حقيقة في الشعر الفصيح التقليدي، كونه أقرب لي وأقرب لنفسي لا غير. أما الشعر النبطي طبعا له متميزوه وله فرسانه، وفرسانه حقيقة في الساحة الشعرية المحلية وعلى مستوى خارج السلطنة. طبعا أيضا لو تحدثنا عن الأماس الشعرية والمناسبات اللي شاركت فيها سواء على المنطقة الداخلية أو على مستوى السلطنة. في بدايات حقيقة لما كنت في أيام الجامعة شاركت في الكثير من الأمسيات، كانت أمسيات على مستوى الجامعة وخارج الجامعة، جامعة السلطان قابوس، نعم، بالسيب.
وشاركنا ايضا في نادي السيب في تلك الاوقات، ومن ثم شاركت على مستوى خارج السلطنه في مسابقه راشد بن حميد في دوله نعم نعيم في دوله الامارات العربيه المتحده، وحصلت الحمد لله على المركز الثالث في ذلك الوقت ما شاء الله وفي الشعر الفصيح، وشاركت ايضا في مسابقات داخليه في الجامعه، مسابقات المحليه الثقافيه في الجامعه، وخارج بعد ما انتهيت من الجامعه كنت كثير حقيقه متواصل مع الانديه سواء في قريبه من ولايتي في الحمراء او البعيده، فالحمد لله كانت مشاركات يعني كثيره. الحمد لله. طيب لو ايضا سؤال الاخير او قبل الاخير تقريبا، أهم المواضيع والأغراض الشعرية اللي يكتب فيها شاعر سليمان العبري، طبعا لشاعر تعرف ميول أكثر لغرض معين في الشعر الفصيح أو الشعبي، فما هو الغرض الرئيسي للشاعر سليمان اللي يشوف أكثر فيه ميولا له وأقرب إلى نفسه؟ بالنسبة للأغراض التي أكتب فيها وأجد نفسي يعني محبا أكتب فيها أكثر من ربما من الأغراض الأخرى، يعني كما أشرت ربما أني صدر لي ديوان قريب، فكانت الأغراض الموجودة يعني مقسمة على 7 محاور، عندي القصائد الدينية والاجتماعية، قصائد الرثاء، قصائد الغزل، موجود عندي في فن التخميس أيضا الشعري، في الأناشيد، تصف المسرحيات الشعرية وغيرها من الأغراض. ربما المتصفح لهذا الديوان الصغير يعني مسيرتي الشعرية أولا وآخرا قصيرة ربما مقارنة بالمسيرات للشعراء الكبار، لكن يعني كنموذج للقصائد التي كتبتها ربما تجد أن القصائد الدينية والاجتماعية أكثر عن القصائد الأخرى القوميات وغيرها يعني. نعم. طيب يعني لو نسألك سؤال آخر، بالنسبة لتعرف شاعر ولديك مجموعة من القصائد، هل عملت ديوان أو إصدار جديد على أو إلى الساحة الشعرية؟ نعم عملت ديوان، وحقيقة جئت إليكم بنموذج من هذا الديوان، هو ديوان بوابة الأمل. ديوان بوابة الأمل صدر في هذه السنة، محتويات هذا الديوان كما ذكرت لكم سابقا قصائد دينية والاجتماعية تقريبا حوالي 12 قصيدة في هذا أو أكثر، في المراثي حوالي 6 أو 7 قصائد، في الغزل 5 قصائد، في فن التخميس 3 تخميسات لشعراء يعني سابقين، في الأناشيد عندي 3 نماذج، في المسرحيات الشعرية عندي نموذجين، وآخر فصل كانت متفرقات وبواكير التجربة الشعرية. ما شاء الله. نعم وهو موجود هل طبعا. هل النية ايضا هل النية لاصدار ديوان اخر بعد هذا الديوان يعني اللي هو بعنوان بوابة الامل؟ طبعا الانسان الاديب اذا قلنا بهذه الكلمة او الشاعر لا يتوقف لاصدار ديوان واحد، لابد ان يكون طموحا وان يستمر مسيرته الشعرية، لان حقيقة من قال اني وصلت فهو أخطأ يعني لابد الإنسان حتى آخر رمقة من في حياتي في, يحاول في حياته يحاول ويستمر ويتعلم الآخرين. نعم. يعني حقيقة الحياة مسرح. نعم. ومسرح كثير نتعلم فيه سواء من قبل الشعراء الآخرين، من قبل تجارب الآخرين في السلطنة وخارج السلطنة. نعم. وهكذا يعني. طيب طالما نحن تكلمنا عن ديوان بوابة الأمل، زين نستمع قصيدة من الشاعر سليمان العبري. ايش تريد قصيدة في الغزل؟ قصيدة غزلية زين او اللي تراها مناسبا لنا ولمتابعي. عندي قصيدة بعنوان غزلية بعنوان حبيبة قلبي. القصيدة تقول: أحبك إن كنت لا تشعرين، وقد فاق حبي حدود الأفق، أحبك أنت الصباح الجميل وأنت الحدائق والمنطلق، أحبك يا مهجة النيرات ويا من لها في فؤادي نفق، أحبك أنت حياتي وروحي وأنت سلاحي إذا أمتشق حبيبة قلبي. إلى ما أحاور طيف الزهور وأستنشق النهر والذكريات، وأعزف جرح الفراق الصعيب لعلي أداوي جراح الحياة، لعلك تأتين من عالم تولى فتنتشلين الرفات، فأبعث حيا كما كنت قبلا كطفل وديع إذا ما انتزق حبيبة قلبي. تناثر جسمي فلاذ القروح تقارب في الوصف مني أنا،
وسافر عقلي إلى حيث سرت بعيدا وضاعت صروف المنى ولملمت من ذكريات الزمان رحيق الحياة ومعنى الهنا فكوني سلاما حبيبة قلبي فإني أنا الطائر المحترق حبيبة قلبي. هو الدهر يحكي صروفا علي وأنت بدارك لا تشعرين تظنين أني سأنسى ولكن محال سأنساك عبر السنين فقلبي بقلبك أضحى جنينا وعقلي وراءك في كل حين فعودي إلي ليخضر عودي كفاني حياة الأرق حبيبة قلبي. سأقطع كل قفار الحياة وأرحل نحوك حتى أراك وأهزأ من حادثات الليالي وأبحر في حالكات الهلاك فإما حياتي وإما مماتي وسيان عيشي وموتي فداك وسيان عيشي وموتي فداك. تسلم تسلم بارك الله يسلمك فيك شاعر سليمان العبري على هذه القصيدة وحياك الله. سليمان أيضا قبل نختم هذا اللقاء معك صراحة نود نعرف طموح لكل شاعر طموح نعم. وأمنية فما أدري أمنية الشاعر أو طموح الشاعر سليمان العبري. حقيقة إذا كان الإنسان يتكلم عن طموحاته الداخلية والنفسية في باب الشعر فأنا طموحي أن يكون لي مجال بين الشعراء الموجودين المعاصرين في السلطنة وهم حقيقة كثر وكما تكلمت سابقا في الشعر النبطي والشعر الفصيح وحقيقة الشعراء لا يستهان يعني بقدرهم وفضلهم ومكانتهم. أتمنى مني ومن هؤلاء الشعراء أن نبرز أكثر فأكثر أن يكون لنا صوتا نعم بالخارج بالقصيدة العمانية لأن حقيقة يعني ربما الشعر لدينا هنا في عمان حقيقة كما يقول أحد الكتاب الكبار لا تفتش عن حجرة إلا تجد تحتها شاعر ما شاء الله. فيعني يعني نحن لنا تاريخ وماضي عريق جدا في الشعر وفي الأدب في جميع المجالات وعلينا نحن كشعراء وكأدباء أن نحس بهذه المسؤولية حقيقة أن نبرز وأن نرفع اسم عمان عاليا كما أرادها مولانا جلالة السلطان القابوس حفظه الله ورعاه. الله ورعاه إن شاء الله وشكرا شكرا جزاك الله الخير يا أخي محمد جزاك الله علي العبري على هذا اللقاء شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين لازلنا نتواصل معكم ومع بقية فقرات البرنامج والآن عندنا الشاعر أحمد بن عبد الله العبري نستمع منه هذه القصيدة التالية. سعيد أن أكون معكم في هذا البرنامج الشيق برنامج صوت القوافي والذي طبعا ينم عن وعي القائمين عليه بأهمية الشعر سواء كان الشعر الفصيح أو الشعر النبطي أو الشعبي ومشاركاتي كانت حقيقة في الشعر الفصيح وأنا كنت كتاباتي منذ الطفولة في هذا الجانب حاولت بقدر ما أستطيع أن أنمي هذه الموهبة بالقراءة وبالاطلاع بالمشاركة أيضا في الفعاليات المختلفة سواء كانت داخل الولاية أو خارجها وربما ما كانت لي تجارب في جانب آخر من جوانب الشعر مثل الشعر النبطي إلا في الآونة الأخيرة حقيقة بدأت أكتب في الشعر النبطي والذي أراه ربما جانب آخر من شخصية أحمد العبري اللي يكتب في الشعر الفصيح وتعود دائما يظهر على الجمهور بالشعر الفصيح ولكن الحمد لله بدأت في الآونة الأخيرة أتجه ربما إلى الشعر النبطي وهذه محاولة أولى من محاولاتي في الشعر النبطي اللي كتب فيها قصيدة بعنوان الرسالة الأخيرة. الرسالة الأخيرة قصيدة أو تجربة أولى أتمنى أن تكون وتنال على إعجاب المستمعين والمتخصصين والمختصين في هذا الجانب من جانب الشعر. الرسالة الأخيرة هي قصيدة ربما عاطفية
إذا جاز التعبير أن نسميها، أو هي قصيدة غزلية. ولكن ما أريد أن أقوله أنه ليست يعني ليس بالضرورة أن تعبر عن شخصية أحمد العبري، أو أن تعبر عن شخصية الشاعر نفسه في هذه القصيدة. وإليكم هذه القصيدة اللي هي بعنوان الرسالة الأخيرة. تعب تنزف جراحي حزن، أدور للألم أسباب، لقيت الهم ياخذني على شاطئ بلا مين، حسبت الجرح مرة مرتين ومن بعد ينذاب، أتار الجرح ما يرحم خسارة من يجافينا، عشقتك حيل كم مرة، عشقتك حيل كم مرة، وحبيتك بدون حساب، حسافة إن السنين تمر ولكن ما تصافينا، أنا جسمي ذبل وانهار من عيني بدت تنساب، ويبقى الجرح هو جرحي يطل بكل ليالينا، حسبت إنك سنيني ويا سنين الشوق والإعجاب، غريبة من يقول الحب لا لا مستكن فينا، حسبت إنك دفاع عمري وأقرب من رمش وهداب، فرشت الأرض لك تمشي على زهر أبهل وتفتح الأبواب، دريت بخلف ذاك الباب تتكسر أمانينا، أبنزف لو يفيد الجرح أو يعطي من الأسباب، رحيلك هدي لي حيلي وصمتك ما يداوينا، عطيتك كل ما أملك وراسي من جفاكم شاب، وخيرتك ما بين الحلو وأحلى من الزهر فينا، وكتبت آخر رسالة لك وسميتك أعز أحباب، انتظرتك ما وصلني رد غير هموم تعزينا، تعالي اليوم نقراها وخلي الحكم للأصحاب، أنا طبع الوفا يا بنت وطبعك غدر يبكينا، كتبت إني أحبك حيل وحبك داخلي ينساب، كتبها الحب شرياني وصمتك ما درابينا، كتبت حروف تتناثر بصفحة كلها إعجاب، وضمت بالسطور عتاب وخمسة هي عناوين، حبيبي وإن زعلت ترضيك أنا مقوى زعل الأحباب، أنا عمري فدا روحك أمانة لا تجافينا، أحبك رغم كل الناس، أحبك رغم كل الناس ورغم الناس والأسباب، أحبك من حشايا الروح يا قمرة ليالينا، صحيح إن الغرام تعاب ولكن محلى هالتعاب، حلاوة حبنا حبك يخفف من مآسينا، صحيح ان الغرام هو شوق وعمر الشوق ما ينعاب، يهون الليل لعيونك احس انك تسلينا، وقلت لك من الاشعار وحطيته بألف كتاب، اريدك يا بعد عمري تعال انضم يا دينا، وختمت رسالتي كلمة تفسر كثر هالاعجاب، على بالي ضميرك حي يصحى ولو بعد حينا، وارتمى يا حسرتي حبري وصار الحرف هو كذاب، وقصة حبنا صارت تضحك من نظر فينا، هملتي كل دمعاتي وجرح بدنيتك لا غاب، رحلتي تكتبين الحزن بجروحي دواوينا، رفعتي في السماء راسك، رفعتي في السماء راسك وأصلك مثلي هو تراب، وغرك في الحياة أيام ولكن ما بتغرينا، وجيت اليوم تعتذري ورديتي بعد الغياب، وجيت اليوم تعتذري ورديتي بعد الغياب، تقولي ان الحياة ظلمة تعالي القمرة تضوينا، ولكن للأسف انتي مثل ما انتي كبر وإعجاب، نسيتي المركب اللي راح مصيره يرد للمينا، كفاية يا حبيبي حزن، كفاية لا تزيد اعتاب، كفاية خلني بجرحي، كفاية يكفي ماضينا، كفاية يكفي ماضينا. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم مع فقرات البرنامج وقصائد الإخوة الشعراء. أشارك بهذه القصيدة مع زملائي الإخوة الشعراء وفي هذه الحلقة لهذا اليوم. الله يا دنيا الشقا والماسي، أنا غريب فيك وانتي غريبة، ريت العقب يا دنيتي وشاب راسي من حادثات الوقت يلي عجيب، كنا صراع وحرب ما لمراسي، وخلنت وده ما ينابي حبيب، حيث انعدم طبع الوفا والتواسي، وصوت المودة صار محد يجيب،
مر العمر وانا بجراحي اجاسي، والشوق زاد الحال حال سليبة، يا ماخذن قلبي كفاك التاسي، بالروف بيا زين روحي تعيب، يا ماخذن قلبي كفاك التاسي، بالروح بيا زين روحي تعيب، راسي غزاه الشيب لا تكون قاسي، ثيب الذي يهواك يا شوق ثيب، تدري المحبة نارها ما تقاسي، والود يتلف يلغضي من يصيب، أعيد اللقا يا شوق لا تكون قاسي، أحلى الليالي والوفا فيك طيب، عيد اللقا يا شوق لا تكون ناسي، أحلى الليالي والوفا فيك طيب، دنياك ما تسوى الهجر والتناسي، قوم ابتسم وانسى الهموم الصعيب، وآخر نهاية مزملي والتماسي، أنظر لعل دعواي لكم مجيب، مغرم وتايه بين ربعي وناسي، والهان وظروف الزمن لي صعيب، الله يا دنيا الشقا والماسي، أنا غريب فيك وانتي غريب. ريت العقب يا دنيتي وشاب راسي من حادثات الوقت يلي عقيبه، أرجو المعذرة في هذه القصيدة. أعزائي المشاهدين، لازلنا نبحر معكم مع القصيد وأشعار الإخوة الشعراء، إذا نتابع أيضا هذه القصيدة التالية. سلام من نبض القلوب الوفية، سلام أصفى من الثلوج بصفاها، سلام ألطف من النسيم الندية، وأطهر من أثواب البياض ونقاها، سلام ألطف من النسيم الندية، واطهر من ثواب البياض ونقاها، وبمحفل لقاك سيدي ينزف التحية، شروى بروق الغيم يسر سناها، وبمحفل لقاك سيدي ينزف التحية، شروى بروق الغيم يسفر سناها، وللشام خليك الجبال الرسية اللي رسم للغير درب ومشاها، وللشام خليك الجبال الرسية اللي رسم للغير درب ومشاها، قابوس حلم من إلهي هدية، والسلطنة بالمنجزات اتباها، أعمان يا أرض النفوس الأبية، فروعها لجذورها وما سواها، أعمان يا أرض النفوس الأبية، فروعها لجذورها وما سواها، ترفض الذي ينوي لها بسوء نية، وتسامح المخطي ولو من أبناها، ترفض الذي ينوي لها بسوء نية، وتسامح المخطي ولو من أبناها، داري مثل لوحة بها صورة حية، تبهر عيون الناظر إذا رآها، واحات فيها الخير واحات بهية، تقني اليادي من الثمار وعطاها، واحات فيها الخير واحات بهية، تقني اليادي من الثمار وعطاها، وبحور من رزق الإله جودية، مع زقرة النهام تسمع صداها، وأهل الصحاري مع جموع الرعية، هم ينعمون أيضا بكل محتواها، عشتي عمان الخير عيشة هنية، وقلوبنا بالخير صادق دعاها، صونوا العوايد يا الرجال الوفية، لا تتركوا التأثير يمسح شداها، صونوا العوايد يا الرجال الوفية، لا تتركوا التأثير يمسح شداها، يا رب يا خلاك كل البرية، نفس انت رقا لا تخيب رقاها، احفظ وطننا من شرور البلية، وعمان قعله ما يتغير صفاها. هكذا أعزائي المشاهدين كانت قصائد الإخوة الشعراء لهذا اليوم وهذه الحلقة اللي قدمناها من المنطقة الداخلية، على أمل لقى بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وشعراء آخرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معقول تبعد كيف يا زين، وانت الهوى والقلب مرباه، واه عاد لي كم سنتين، اهواه عاد لي كم سنتين، وامشي على دربه ولا اخطاه، وامشي على دربه ولا اخطاه.